يكثف إبراهيم لاعب فريق معهد الإعلام من التمارين الرياضية قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة جامعة إدلب. فهذه البطولة حفزته للاستمرار في مسيرته الكروية بعد أن ضمن لقب هداف البطولة. على مستوى الجائزة الفردية حصلت على هداف البطولة. هي الجائزة بتحفزني وبتعطيني قوة للاستمرار بكرة القدم. مثل هاي البطولات بتساعدنا لنقدم المستوى اللي عنا، لنقدم أفضل أداء على مستوى السعيد الشخصي وسعيد على مستوى الفريق. جمعت المباراة النهائية بين فريقي كلية التربية ومعهد الإعلام ضمن بطولة جامعة إدلب لكرة القدم، والتي أقامتها منظمة شفق بالتنسيق مع جامعة إدلب بهدف دعم المبادرات الشبابية. قمنا على مدار شهر بالعمل على تنظيم هذه البطولة بالتنسيق مع جامعة إدلب، تستهدف الشباب، فئة الشباب في كليات ومعاهد التابعة لجامعة إدلب. والهدف الرئيسي هو نحن نشجع المبادرات ونظهر الجانب الإيجابي والمشرق للحالة الاجتماعي في مدينة إدلب للعالم بشكل أجمع. توج فريق كلية التربية بلقب دوري جامعة إدلب بعد فوزه بالمباراة النهائية 4-3. وقد تميزت المباراة بحضور جماهيري من طلاب الجامعة وسكان المدينة، وبانتهاء المنافسة حققت الفرق المشاركة هدفها بتشكيل دوري يجمع كليات الجامعة للعبة شعبية، ويحدوهم الأمل في تكوين فريق يمثلهم في بطولات أكبر. حققت الفرق الرياضية هدفها بتشكيل دوري يجمع كليات الجامعة، ولئن فاز فريق واحد بالدوري فقد نجح الطلاب بالتأسيس للعبة على مستوى مناطق سيطرة المعارضة، على أمل أن يكون لها دورها في تشكيل فريق يمثلهم جميعا في بطولات أكبر. مصطفى الخلف، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.